يعني للأسف أنا دا أشوف كل ما نحاول أنه إحنا نحافظ على هذا البلد نتعاقب أكثر. يعني كل ما نحاول خلال كل ما نحاول نكون وطنيين أكثر ونحاول ندفع من حقوقنا القومية مقابل الحق الوطني العراقي دا نشوف نتعاقب أكثر. مفروض الدولة والحكومة والقادة السياسيين في بغداد أنه يشوفون المكونات الصغيرة هم اللي يمثلون اسمنت العراق. مثلا التركمان احنا شفنا استهدف من قبل داعش قبل الآخرين. الأيزيديين استهدف من قبل داعش. ليش إذا داعش استهدف المناطق المختلطة؟ ليش؟ لأن هو يعرف هذا الضلع ضلع ضعيف. هذا الضلع ضلع ضعيف. داعش مشروع كبير. خلي لا يذبون مشروع داعش على أهل السنة فقط. ليش أهل السنة استفادوا من داعش لو هم اللي خلال يوم واحد اتهجروا دواوينهم ومضايفهم وناسهم أهلهم بين ليلة وضحاها ما بقى أحد. وشفنا كل الأنبار والفلوجة وصلاح الدين وشلون اترزلت عوائلهم في أبواب السيطرات والدخول إلى محافظات صح. الإقليم صح. مضايف. فلذلك أنا أتحدث، أنا مو أتحدث كسني، أنا عراقي تركماني بعيدا عن التمذهب. فداعش مو مشروع سني. داعش أذى الجميع، أذى الشيعة بسبايكر، أذى التركمان، أذى الكرد، أذى المسيحي، أذى الشبكي، أذى الأيزيدي. فداعش عندما إذا بمشروع دولي أراد تفتيت العراق. التفتيت وين بدأ؟ ما راح إلى أي منطقة، راح على المناطق الضعيفة. إذا على سنجار راح على تل عفر، إذا إلى كركوك راح إلى آمرلي، إذا على هذه المناطق اللي بيها تنوع حتى يزيد من تفرقنا. لكن للأسف البعض استمع إلى، لكن الكثيرين لم يستمعوا إلى مشروع داعش وقاومنا، ولذلك عوقبنا من قبل بعض السياسيين عندما أردنا أن نرسخ المشروع الوطني وفضلناه على المشروع القومي.